بس في نقطه يا كابتن عبد الجليل عايز اقول لك عليها. المقارنه برضو بين فيريرا وسواريش هي مقارنه ظالمه. ليه؟ تتكلم اولا خبره ممكن تبقى زايده 30 سنه لفيريرا، يعني الراجل على مستوى العمر هو اكبر من سواريش، وعلى مستوى الخبرات والتدريب اكبر بكتير من سواريش. ده واحد. اثنين انه فيريرا اوريدي عنده خبره في مصر وخبره مع نادي الزمالك تحديدا، الراجل ده اول مره اصلا يطلع من البرتغال اصلا، ففي ظروف المقارنه هنا مش هتبقى بنفس القياس. هتبقى لسواريش ظالمه، فاحنا ممكن نسيخ سواريش لوحده لكن لا نطعه في مقارنه مع فيريرا اللي عنده خبرات كبيره. خلاص بلاش نحطه في مقارنه. طيب طالما هو ما عندوش خبره وضعيف السي في بتاعه، اجيبه الاقوى فريق في الشرق الاوسط؟ دي علامه استفهام. انت بتقول الناس في النادي الاهلي هيشوفوه بيشتغل، اوكي هو بيشتغل كويس ومدرب كويس وي وي وي. طب يا ترى الشغل ده بيتنفس في الملعب؟ بس هو بالنسبه للسي في، لما تبص على السي في بتاع موسيماني، موسيماني تمام، ما هو مش سي في ضخم، ده راجل ما ضربش في اوروبا يعني، خد بطوله افريقيا، خد بطوله افريقيا. ما هو بس ما هو في مدربين مصريين. سان داونز ده نادي ايه يا كابتن؟ افريقي، احسن نادي في جنوب افريقيا. ما هو في مدربين مصريين خدوا بطوله افريقيا، مش شرط يكونوا اعظم مدربين يعني. اوكي ده واحد. اوكي اتنين، ودي نقطه مهمه جدا، انه فايلر ما كسي في يعني لا مسك انترلخت يعني، مش انترلخت اللي هي في بطوله اوروبا بس. مع انا قول لي اسم الفرقه اللي كان ماسكها سواريش. تعرفها؟ هم هيقولوا لنا في الكنترول. ما هنعرفهاش. فرقه طالعه بالدرجه الثانيه. ما تزعلش مننا، احنا بنتناقش. ودايما جيل فيسنتي. جيل فيسنتي البرتغال. جيل فيسنتي. بس خد بالك الفرقه دي عملت اعجاز في البرتغال السنه اللي فاتت. امال مقصه عملت اعجاز وخدت ثاني دوري وبعدين وهبطت. كابتن جوزيه لما جه كان ماسك سبورتنج لشبونه، بورتو شويه، بنفيكا، حتى لو شهر. ما كانش فيزي فيه قوي، بس كان ماسك فرقتين جاي من فرقه بتاعت بطولات. انا بقول لك بحس ان سواريش بس القماشه مختلفه بتاعت اللعيبه. طبعا بص، انا ليه لما بحب اتكلم على مدرب ما بضغطش عليه قوي، لان انا مدرب وتشوف ظروفه. ما حدش داري باللي بيحصل عندي، لا في تمرين ولا في الظروف اللي عندي ولا في اي حاجه. تمام. بحاول اعمل حاجه، لكن لازم برضو التمس له حاجه معينه واشرح الظروف والناس هي اللي تحكم، الناس اللي هي موجوده داخل النادي. طيب كون بقى الاختيار او مش الاختيار، دي مش بتاعته هو. مش بتاعت مين؟ مش بتاعت سواريش. انت اخترتني مين؟ حتى لو انا دي بتاعت اداره. نعم. بص يا كابتن، بص يا كابتن، مع احترامي انا ماليش في القصه دي، بس دي بتاعت لجنه. انا بقول لك السي في مهمه يا كابتن، الخبرات مهمه. صحيح. انت شفت ده مهم جدا. اذا كان سي في الراجل ضعيف، انت جايبه على احسن فرقه بطل ابطال افريقيا. انت لازم يحط في دماغه ان الفرقه دي ما ينفعش تتعادل ماتشين ورا بعض، ما ينفعش تتغلب، ما ينفعش تضيع مننا بطولتين في سنه. لازم تزرع في دماغه الكلام ده. طيب انا عايز اسمع، مين احسن مدرب اجنبي جه في تاريخ النادي الاهلي؟ هيديكوتي ولا جوزيه ولا فايتسا؟ سننا؟ معلش ده هو وائل. ايه؟ انا بالنسبه لي جوزيه. جوزيه شفناه كمان يعني. وانت؟ الله اعلم. حلو. لا جوزيه، ما هو بحكم البطولات والانجازات. جوزيه؟ لا. مين؟ فايتسا. فايتسا احسن من جوزيه؟ طبعا. ليه بقى؟ هيديكوتي جابوا له احسن لعيبه في الثمانينات. واعدلك، جوزيه جابوا له احسن لعيبه في مصر، الاسماعيلي والطقم اللي خد البطولات دي كلها. انت عارف فايتسا لما مسك النادي الاهلي كنا خمس ناشئين طالعين مع طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب واسامه عرابي ورباعي ياسين، ما جابولناش ولا لعيب. ما عارف جبنا مين؟ صديق الجمال من البلاستيك. خد بيهم ثلاث بطولات فايتسا. انا بقول لك المدرب هتجيب له لبن العصفور ممكن يعمل لك انجازات. المدرب الشاطر ان بيشتغل بالناشئين، بيشتغل بالقماشه اللي عنده، بيلضمها صح. ده رايي. فانت بتقول لي سواريش هنقعد نعافر كتير شهرين ثلاثه، كان المفروض بعد ماتشين ثلاثه الاقي ملامح. احنا لما سالتني قلت لك ما اقدرش احكم عليه دلوقتي. بعد اسبوع قلت لك ما اقدرش احكم. تسالني النهارده بقول لك لا. اما يجي ماتشات ورا بعض مفيش شكل، مفيش اداء، مفيش روح، مفيش جمله. الكورنر يعني لو في تريكه فاول بيتعمل تريكه اقول الراجل ده بيشتغل. حلو. سيبها، هو بيشتغل في التمرين ما بيشتغلش في التمرين، طالما اللعيب ما بينفذش يبقى انت مدرب.